السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم. اليوم جيت نهضر لكم على المسألة ديال السينيسيس، الناس تضرميد اللي تلحقوا بلا سينيسيس. هنهضر بالعربية ومن بعد غادي نهضر بالشلحة باش كلشي يفهم إن شاء الله. الناس اللي ديال الرميد اللي تحولوا لا سينيسيس، شحال من واحد كيسول واش اللاسينيسيس غادي يخلصوا فيها هادوك الناس ديال الرميد. الجواب هو اللاسينيسيس غادي يخلصوا فيها الناس اللي ما تقبلوش واخا عندهم الرميد، وما تقبلوش لسبب من الاسباب اللي غادي نشرحو من بعد. ولكن اللي كيهمنا في هذا الفيديو دابا هو الناس اللي تقبلوا. الناس اللي تقبلوا غادي يجيهم واحد الكود في نمرات التليفون ديالهم اللي ما جاهش الكود في التليفون ديالو، او بدل التليفون او جلاله التليفون، ما بقاش عنده واحد هذيك النمره اللي كان عطاها للناس ديال الرميد في مرحله من المراحل. غادي يمشي لا سينيسيس اللي قريب عليه وغادي يعطيوه الرقم ديالو، وغادي يمشي يحمل واحد الشهادة من الموقع ديال لا سينيسيس. والناس اللي تقبلوا ديال الرميد في لا سينيسيس راه ما غادي يخلصوا والو. داكشي علاش تيتسمى تضامن سينيسيس، اي الدولة هي اللي غادي تحمل النفقات ديالهم. بالنسبة للخدمات اللي كاينة بالمستشفيات العمومية فابور، ما غادي يخلص والو في المستشفيات العمومية. في المستشفيات الخصوصية تيخضع للتعريفة المعمول بها قانونا في هذا المجال، وغادي نشرحوا هذا الشيء من بعد. اهما اجتماع مدن صدر نسول في مدن الرميد تيني كان الرميد تحول نسل السينيسيس ولو تقبلنين لسبب من الاسباب اثيرا تخلص سيات المصر يا ضنين دول دور تقبلنين اثيرا تدخل نسا والعجل دور تقبل ماني كده تسكرن راه دانسكي الفيديو خاص بالمسائل. غير درنا نسول في ميد اللي تقبلين حاليا واللي تقبلين راس نتياش كيال الكود مثلا التليفون نزل، واللي مو يشكل كودات التليفون نزل راه تحمل نيات الشهادة غلا لي لان الموقع عندي سندوزن هذيك ساسين الشهادة يعني باش اساس تخدم. وكان ولي يد اللي فانيات النمرة يجلو ياس تليفونان او مثلا وصول الطف النمران او كذا يدو داي بولاسينيسيس يسقساتني غير تقبل اعتراس فين النمرانس لا سينيسيس. في ناس ماني كسر اللي سرى دي ياسي الشهادين اللي سرى تدرج تخلو غير تخص بيطار وكوار غيلا كلو ميدنا اللي تقبلني غادي نزل الكود هادو راه تخلص والو. اما لا سينيسيس خلاص نتخلص الدولة غانا فاسيس تضامن سينيسيس. وكان السبيطارات الدولة هادو راه كيس تخلص والو فابور. اما بالنسبة للمستشفيات الخاصة السبيطارات الخاصة والكلينيك التحاليل مثلا هاتي خطي الطفل القانون نص الطفل ديال التعريفات نص تقيس تخلص المواطن. وكان رسول فلاس نساول نشرح كل شيء المسائل هاد يات سيات ان شاء الله. وكان غيلا سكو شكي غادا مني غا ماني كيغا غايا ها ماني كيغا ان شاء الله الرحمن الرحيم. الفيديو وش ان شاء الله هاتي رقيس نفصل المسألة هاد نيت اللي تقبلني الغراميد ما غرسو استفاد علاش اللي تخلص من الفوائد اللي بغيت تستفادني الى اخره.